السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ينصر إخواننا وأصدقائنا في فلسطين الحبيبة. اللهم أمين يا رب. الله يبارك في الجميع. النهاردة تاريخ 29 من شهر 11 نوفمبر، تقريبا لو ربنا أعطانا في العمر بقية بقى تقريبا يوم واحد ونخش شهر ديسمبر او شهر 12. طبعا انا عاوز اتكلم ان درجة الحرارة وانا اتحدث حاليا ربما تقارب من 19 درجة مئوية او 18 درجة مئوية، دي رقم واحد. طبعا اتكلم داخل مصر، ربما يكون البلدان العربية سواء اصدقائنا في شمال افريقيا او حتى بلدان الشام متشابهة الى حد ما مع مصر. طبعا عندي علم ان الاجواء في الليل بتنخفض تصل 15 درجة، الاجواء في الليل بتصل كمان لحتى نقدر نقول 12 درجات و10 درجات، تمام، لان احنا خلاص فعليا دخلنا فصل الشتاء. اتمنى من الاخوة اللي بيستمعوا معانا يركزوا في العشر دقايق اللي انا هتحدث فيهم، لان ده كلام اتوقع هيهم الاصدقاء جميعا. نتمنى طبعا في البداية اي احد من الاعضاء الجدد معانا اول مرة يستمع لينا نتمنى يشترك في القناة، لعل ان شاء الرحمن اي فيديو يتم نشره يوصل للاخ او للاخت اشعار بالنصائح او بالبث المباشر او بان تم نشر فيديو. طيب انا قرأت منشور اليوم، الله يبارك في الجميع، على منصة من منصات التواصل الاجتماعي اتوقع الفيسبوك. المنشور نقدر نقول باختصار شديد اخ من العراق، تمام، عامه الناس الله يربي التيسير لي، بيتكلم على مادة بروتينية او نقدر نقول محفز للنحل بروتيني، تمام، بحيث انه يتم تقديمه للنحل. وطبعا زي ما انتم شايفين ان شاء الله هبتدي احط فيديو، هو نشره الاخ دوت نشر فيديو بيتم وضع نقدر نقول المادة الجافة ديت للنحل، والنحل يبتدي يقوم بتجميعها ومن ثم يدخلها للخلايا. والاخ طبعا كاتب ان دوت بديل لحبوب اللقاح وعالي البروتين و غذاء جاف يعتمد على حبوب اللقاح، امور كتير جدا، تمام. حتى كاتب السعر 10,000، اتوقع والعلم عند الله السعر اللي هو 10,000 دوت بالعمله العراقي، لان ما كنتش انا مخطئ يعني. طيب احنا عامه نتمنى لاي حد الرزق الطيب الحلال، ولكن انت جاي تحفز النحل، السؤال هنا بقى المهم بقى، انت جاي تحفز النحل في درجات حراره ما تسمحش ان احنا نحفز الخلايا. بالمناسبه ربما يكون معظم الأصدقاء اللي بيستمعوا ليا وبيتابعوني عندهم مراعي في التوقيت الحالي اللي أنا بتحدث فيه، خلاص مع اقتراب شهر 12 أو شهر ديسمبر، مراعي ممتازة، تمام. طبعا أولا الكلام دوت خاص أكتر شيء بالبلدان اللي أنا هذكرها حاليا، أصدقائنا في الجزائر والمغرب وتونس، كذلك الأصدقاء في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين الحبيبة والأردن، كذلك أصدقائنا داخل مصر وليبيا. البلدان ديت ذكرتها لأن ديت اللي موجود فيها تشتية للنحل، دي موجود فيها انخفاض درجات في الحرارة سواء في الليل أو النهار. أنا عاوز أتكلم على سبيل المثال أثناء النهار، تمام، الشمس بتطلع ربما ساعة وتغيب ساعتين ويجي هواء بارد ساعتين ثلاثة، الأجواء متغيرة، إحنا في شتاء، ممكن ينزل أمطار، ممكن ينزل منخفضات جوية، تمام. طب الطبيعة بشكل عام يوجد فيها أزهار اللهم لك الحمد، سواء داخل مصر أو أصدقاء كتير في بلدان عربية أخرى، تمام، أزهار لو الدرجات الحرارة معتدلة النحل عنده القدرة إن هو يسرح ويجيب كميات كبيرة من حبوب اللقاح، صح ولا أنا مخطئ؟ أتوقع والعلم عند الله إن الكلام اللي أنا أتحدث فيه ده صحيح بالنسبة للجميع، تمام. طيب في معضلة ربما يكون عند الجميع وممكن يكون الاخ النحال نفسه متخوف منها، وهي ايه؟ وهي ان احنا صعب في التوقيت الحالي نقدم تغذيه سكريه سائله، صح ولا لا؟ نتكلم درجات حراره منخفضه اقل من 20 درجه، احط محلول سكري اليوم واغذي النحل والاقي بكره او بعده او كمان 3 ايام النحل بيزحف، هيحدث زحف، الرطوبه هتعلى في الخلايا، تمام، وبالتالي احنا بنشتغل على ايه؟ بالتالي احنا بنشتغل على العجائن الكندي او العجائن السكريه، تمام، لان الاجواء مش مستقره.
طيب لما انا دلوقتي احفز النحل واشتري احد المنتجات البروتينيه او المواد اللي هي نقدر نقول بدائل من حبوب اللقاح، واحفز النحل على اساس ان النحل يتحفز والملكات تطلع البيض، البيض دوت والحضنه هيحتاج ايه؟ هيحتاج غذاء، تمام؟ فبالتالي هبتدي اقدم تغذيه سكريه. طب انا ضامن كمان 3 ايام هيحدث ايه؟ انا ضامن اول 10 ايام في شهر 12 هيحدث ايه؟ منتصف شهر 12 هيحدث ايه؟ دي كلها في علم الغيب، الله سبحانه وتعالى اللي يعلم، تمام؟ ولكن احنا داخلين في فتره شتاء، تمام؟ وتكلمنا الكلام ده ربما يكون من فصل الخريف ونهايه الصيف، قلنا الشتاء هذا السنه 2023 ربما هيكون شتاء قارص، واتمنى يكون وجهه نظري دي خاطئه، بس دي المؤشرات بتقول كده، تمام؟ فنصيحتي لكل الاصدقاء، محدش يحفز النحل في التوقيت الحالي بكل ما تعنيه الكلمة خطأ، إن أحد يقوم بتحفيز الخلايا سواء بتقديم عجائن بروتينية أو أخونا اللي بيعرض المنتج من مواد جافة، تمام؟ بعيدا عن أنه أصلا بيضعها خارج الخلايا والنحلة ونحلة غيرك ياخد منها وتنقل الأمراض وما شابه ذلك، بعيدا عن ده كله، تمام؟ أنت طالما اديت مادة بروتينية، تمام، حتى لو حبوب لقاح طبيعية أعطيتها للنحل في البرواز، انت في المقابل لازم تعطي تغذية سكرية، تمام؟ فلذلك اتمنى من الاصدقاء اللي انا ذكرت البلدان بتاعتهم، تمام، ممنوع منعا باتا يحفز الملكات في هذا التوقيت. طيب اخ داخل المملكة العربية السعودية بيستمع لينا او اليمن، تمام، وعنده اجواء ممتازة، اجواء معتدلة، درجة حرارة ربما تقارب من 30 درجة، هل الكلام ده يخصه؟ لا، ما يخصكش، انت بالنسبة لك بتحفز وتقدم تغذية. انا اتكلم على الاجواء عنده صعبة. خلينا نتكلم بصراحة بما يرضي الله، انا كرجل نحال، تمام، باجي اخرج من المنزل للشارع، تمام، او حتى لو رايح المنحل انا بلبس ملابس تقيلة وبلبس جاكت لان الاجواء صعبة، الاجواء صعبة صدقا، فما بالك لو نزل امطار، فما بالك لو في هواء بارد، تمام، الاجواء بكل ما تحمله الكلمة صعبة. فانا احذر اي احد من الاصدقاء اللي متابعين معانا حد يقوم بتحفيز النحل او بتحفيز الخلايا، تمام، بتقديم اي مواد بروتينيه في هذا التوقيت. الامر الاخر واشرت للكلام ده ان المراعي الطبيعيه موجود فيها خير ربنا، المراعي الطبيعيه موجود فيها خير ربنا، ولكن النحل ما عندوش القدره، تمام، يسرح، عنده نقدر نقول امر مسبب له اعاقه. ايه هو الامر اللي مسبب له اعاقة؟ المناخ او الطقس بالنسبة للنحل بيخلي النحل يسرح مثلا في حدود النص ساعة او الساعة، ده لو اجواء دافئة، تمام، وباقي اليوم هواء ورياح وامطار وما شابه ذلك، تمام. فاتمنى من الاصدقاء اللي متابعين معانا يأخذ الكلام ده بعين الاعتبار. انا ما ارضتش صدقا على الكلام اللي هو على الفيسبوك ده او المنشور ده مجرد تعليق، قلت لا، لابد ان احنا نتكلم فيه كنصيحة الاخ النحال او الاخت النحالة تستمع ليها يفهموا وجهة نظرنا ايه، تمام. انتوا كما تعلمون وقت ما بنحب نحفز النحل بنتكلم وبنشجع الاصدقاء ونقول حفزه، تمام، ولكن اجواء باردة مع تحفيز نحل هنسبب مجاعة للخلايا. النحل لو عنده بروازين عسل اول ما يخرج الحضنة هيأكل العسل ده بالكامل، تمام، وان انا اقدم تغذية سكرية هسبب مشاكل والنحل يزحف، وارجع اقول اخويا محمد المصري عند النحل فيه اذهال، عند النحل فيه اكارينا، عند النحل بيزحف في ارضيه المنحل، عند الخليه انهارت، تمام، عند الرطوبه زايده في الخليه. اخونا من سوريا امس، اتوقع الاخ موسى ما كنتش مخطئ يعني، تواصل معايا على الواتساب، الرطوبه داخل الخليه في معدل عالي جدا لدرجه ان هو فقد خلايا عنده، الحضنه وقع في ارضيه الخليه، الامور متدهوره عنده، تمام. ده كله بسبب ايه؟ بسبب ان هو طارق الرطوبة داخل الخلية، تمام؟ سواء في ارضية الخلية او في الغطاء، لحد ما الرطوبة دمرت النحل، خلت النحل يجيله مشاكل في الجهاز التنفسي دمرته. اتمنى واشد على يد كل اخ بيستمع ليا يأخذ النصيحة بعين الاعتبار، يشهد الله احنا ما نبغاش من اي احد اي مصلحة غير فقط تقديم النصيحة بالخصوص للنحال المبتدئ، تمام؟ إنما أحد
نقدر نقول مش مقتنع بكلامنا، ده شيء يرجع لك يا أخي. تمام، صدقني أول الناس تخاف على مصلحتك أنت، إحنا سواء هنيجي نتكلم في مكافحة أو تحفيز نحل أو ما شابه ذلك، إحنا بنمشي بنحاول نمشي مع النحال خطوة بخطوة، إحنا شايفين الأجواء والطقس. أنا بالمناسبة دخلت بحث سريع قبل ما أتكلم في الفيديو دوت، لقيت إن درجات الحرارة مشابهة للأصدقاء في الجزائر وأصدقائنا في المغرب وأصدقائنا في الأردن كذلك، بعض البلدان اللي أنا ذكرتها لقيتها مقاربة لأجواء مصر، ربما يكون اختلاف درجة اتنين، ولكن مقصود كلامي الجزء بتاع شمال أفريقيا أو بلدان الشام مقارب جدا للأجواء. تمام، فنصيحتي للجميع اضغط نحلك، ما توسعش لنحلك، ما تقدمش تغذية سائلة، وقدم التغذية الجافة أو العجائن. تمام، ديت أمور خدها بعين الاعتبار، حاول بقدر الإمكان ما تفتحش الخلايا في أوقات يكون فيها برد، احترس من ذلك. نتمنى نأخذ الكلام ده بعين الاعتبار، نتمنى لو لأحد الأصدقاء يشاركوا المعلومات ديت لأصدقاء آخرين لعل الأخ يستفيد. صدقونا كل ما المعلومة توصل لأخ آخر ويستمع ليها ويستفيد، احنا كده بنحاول ننشر ثقافة صحيحة. تمام، وبالتالي كلنا بنجازي فيها خير من عند الله سبحانه وتعالى. تمام، الله ييسر الحل للجميع، مشكورين شكرا جزيلا.